يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت عن نفسي في العام الماضي، وأنوي إن شاء الله أن أحج في هذا العام عن أمي أو عن أبي، فأيهما أبدأ به من ناحية الشرع؟ تبدأ بالذي لم يحترم، الذي لم يؤدي الفرض تبدأ به، من الأب أو الأم. فإن كان أديا الفرض كلهما فالأم أولى. نعم.